مشايخي العلماء، الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولعلها دقائق معدودة نزولا لضبط الوقت وعدم التجاوز عنه أو عليه، فاسمحوا لي أن أتحدث وفق الأولويات، فالكلام كثير والمساحة واسعة، ونحن في العراق يعلم فضيلة السيد صالح ما يجري في العراق، وسأتحدث عن هذا الموضوع لاحقاً، سأترك له حيزاً من الوقت، لأن لو لم يأتي سيد صالح لكنت أنا المتحدث هنا باسمه، ولو لم أأتي أنا لكان المتحدث هنا السيد باسمه. وتعلمون ليس هنا، في كل وسائل الإعلام، في كل البيانات، في كل اللقاءات، ولا أريد أن أبالغ، لكنني سأتطرق وأترك لذلك في نهاية حديثي حيزا، لكني اليوم أقف أمام هذه الوجوه الطيبة شاكرا الهيئة المؤسسة لهذا المؤتمر على بذل جهدها واتساع صدرها وصبرها لوقت مديد وهي تعد لهذا المؤتمر. أسأل الله تعالى أن يكلل عملهم وعملنا جميعا بالنجاح، وأن يسدد الخطى، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يوحد بين الصفوف، وأن يجمع شمل الأمة، وأن هذا المبدأ الذي نحن نتحرك إليه ونتعاضد ونتعاون فهو من أولويات حياتنا ومن واجبات أعمالنا ومن سلم الضروريات في واقعنا. وحدة الأمة، والتي بدأها سيد صالح بالآية الكريمة إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الأمة كيف نستطيع أن نجعلها متماسكة؟ كيف نستطيع أن نقف بوجه من أراد أن يفتت شملها؟ لكن اسمحوا لي، وأنا العراقي الذي قطع الألم كبده، أن أتحدث عن العراق وعن العراق بالذات. كيف نستطيع أن نكون مجتمعا عراقيا تتلاشى فيه أو تتحد فيه جميع القوميات والأديان والمذاهب والمشارب لنكون يدا واحدة، نقطع الطريق ونفوت الفرصة على الذين يتقربون إلى أسيادهم بدمائنا ويصبون جمارات حقدهم على ألفتنا ووحدتنا، فأرادوا أن يمزقوا. وأنا تبين لي أن السكين عندما توضع على الرقاب لا تفرق بين الانتماءات الطائفية، تفجر هنا جامع وتفجر هنا حسينية. لكني أريد أن أوضح، علينا أن نفهم أن ديننا وضع أولويات في منهجه، وبين عليه الصلاة والسلام أن الدين المعاملة، وهذه رسالة أريد أن أنقلها إلى كل عراقي، إلى كل عراقي يحب الدين،
ويحب نبي الدين أن يفهم أن الدين المعاملة، الدين مبتدأ، المعاملة خبر، الدين المعاملة. كل عراقي معاملته طيبة وأخلاقه رائعة، يجمع ولا يشتت، يقرب ولا يمزق، يبشر ولا ينفر، فهو أنا أراه صاحب دين. سئل عليه الصلاة والسلام: من أحب الناس؟ اسمعوا إلى جوابه: من أحب الناس إلى الله؟ قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. الله أكبر. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، ماش قال أنفعهم للشيعي، ولا قال أنفعهم للسني، ولا قال حتى ما قال أنفعهم للمسلمين، أنفعهم للناس. يا ناس، ديننا إنساني، ديننا إنساني قبل أن يكون فقهي، ودين إنساني. ولقد كرمنا بني آدم. الله أكبر. لهدم الكعبة أهون عند الله من دم سفك بغير حق. شوف الدين شون. وما أرسلناك إلا رحمة للسنة، رحمة للشيعة، رحمة للمسلمين، لا، رحمة للعالمين. والعالمون جمع عالم، والعالم اسم الله. شوف ايش قد ديننا كريم ان يكون انسان. فنريد ان نركز في اذهان العراقيين عامة ان الدين هو انساني قبل ان يكون شيعي او سني او صوفي، او دين انساني. فارجع الى الحديث: من احب الناس الى الله؟ قال: احب الناس الى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على أخيك، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دين، أو تطرد عنه جوع. إلى أن يقول: ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. الله أكبر. بس أنا أريد أوضح هذه الصورة. شهر كامل أنت بالمسجد النبوي، تختم القرآن بجولة بالروضة المطهرة، شهر كامل أفضل أم تقوم بخدمة أخوك اليوم العراقي 10 دقائق؟ لا، هاي 10 دقائق عند الله أفضل بكلام النبوة. أعيد الحديث: ولئن، حتى رواية عن سيدنا جعفر الصادق: ولئن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. فنريد أن نظهر للعراقيين كم هو الأجر العظيم عندما تقوم بخدمة أخوك. إذن كم هو الإثم العظيم والانتقام الرباني عندما تقوم بأذية أخوك العراقي. هنا شقد ما تقدر تخدم أخوك، الكرم الرباني والرضا الإلهي، والعكس كذلك. فإذا نحن من خلال هذه المعاني، فهي معاني قاسم مشترك، قاسم مشترك. وخلينا نكون نفهم واضح: من هو المسلم؟ سؤال واحد يسأل سؤال: من هو المسلم؟ يجاوب الحديث النبوي: المسلم من سلم الناس من لسانه وبيده. أنا سويت إحصائية في البخاري وفي مسلم: يا هل أكثر، من سلم المسلمون من لسانه ويده، أم من سلم الناس من لسانه ويده؟ فوجدت أن الروايات الأقوى والأكثر هي: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. أي أن الله يريد أن يبين لنا أن ديننا هو إنساني، إنساني. وما أرسلناك إلا رحمة. ولذلك يقول: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فعليه كفرة. وحتى إذا كافر ترى عنده دعوة، ودعوتهم الله يستجيبها. اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فعليه كفره، عباده هو والله ينجاز. فأنا لذلك أقول، لما أقول الدين المعاملة،
ثقوا أن 95% من الدين 95% من الدين هو معامل، الباقي 5% عبادات، والعبادات ممكن الله يغفر لك حتى إذا قصرت، لكن الله ما يغفر لك وأنت تأكل حق أخوك، وما يغفر لك وأنت تتعدى على جارك، وما يغفر لك وأنت تضرب. ولهذا هذا المفلس يوم القيامة قال: أتدرون من المفلس؟ من يأتي بصلاة وصيام ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، إلى آخر الحديث. ولذلك أنا هنا أقول يا أخوة، علينا أن نركز في أذهان العراقيين أعظم القربات إلى الله أن تخدم أخوك، بغض النظر شيعي أو سني، بغض النظر من مذهبك أو غير مذهبك، بغض النظر من حزبك أو مو من حزبك، وبغض النظر من عشيرتك أو مو من عشيرتك، بغض النظر من بلدتك ولا مو من بلدتك، بغض النظر من قوميتك، أنتوا اليوم عراقيين، كيف نستطيع أن نتسابق ونتنافس في أن نخدم أخواننا، في أن نخدم بعضنا؟ إحنا هنا هذا الذي نريد، أنا وسيد الصالح ماشين في مساحات واسعة في العراق، نبين لهم: أيها العراقيون، تسابقوا إلى الله، تقربوا إلى الواحد الأحد بألفتكم وبخدمة أخوانكم، كل واحد يشيل حمل أخوه. الناس يسابقون بالقتل ويسابقون بالعبوات اللاصقة القتلة، يسابقون بالذبح والسفك، وللأسف الشديد ما من يوم يمضي أو ليل ينقض إلا ونشوف سفك. وهي حقيقة، يعني أنا مستغرب من هذا الإنسان الذي انقلب إلى حيوان وحشي، إلى لا والله حتى الحيوان عنده رحمة، وإلا كيف أنت تأتي تجرؤ؟ النبي عليه الصلاة والسلام يطوف حول الكعبة يقولها: ما أطيبك ما أطيب ريحك وإن دم ابن آدم أكرم عند الله منك، في رواية أن دم المؤمن أكرم عند الله منك، لهدم الكعبة أهون عند الله من دم سفك بغير حق. كيف يأتي إنسان ويتجرأ على القتل؟ كيف تأتي للعراق، تستورد للعراق كاتم الصوت والعبوات الناسفة واللاصقة والأحزمة الناسفة والألغى، كيف ما يرحمونا، ما يقولون هذا الشعب مسكين خليه يرتاح؟ ولذلك نحن بصراحة ما أخفيكم، تكاثرت الظباء على خراشد، فما يدري خراشد ما يصيب. يا أخوان، لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، أسياب بكل مكان. إحنا اليوم بصراحة بدينا، يعني بدأ شوية، مرت علينا أعوام كلكم يعرف، والله مرت علينا عصير الفتن، ومرت علينا أمواج بحن، واستقبلنا أنواع البلاء، رغم أن البلاء يطاق غير مضاعف، فإذا تضاعف صار غير مطاق، لكن صبرنا. اليوم انكشفت، بدأ من أولويات عملنا أن نتحرك، فتحركنا أنا وسيد صالح جهود، كل واحد يبذل جهده، والله تركت بصمة رائعة لدى المجتمع العراقي. نخرج سوا ونأتي سوا ونتحدث سوا، ولدينا أولويات، ولدينا أولويات. لا تقول لي أنا اليوم هل قد صليت، لا تقول لي هل قد عبادت، العين هاي عبادة أنت والله تنجاز، ما لي شغلة بيك. قل لي هل قد اليوم قدمت خدمة لأخوك العراقي؟ أقول لك على رأسي اليوم، حتى كنت واضح. لا تفاخرني أنا هل قد حجيت هل قد وزرت هل قد وهل قد صليت، على عين على رأسي، هاي بينك وبين الله. لكن أريدك تتفاخر اليوم، تقولي هل قد عملت، وهل قد قضيت حاجة أخوي، وهل قد دافعت عن أخوي، وهل قد سوت وجامعت ووافقت. قال: يا أبا أيوب، ألا أدلك على تجارة يحبها الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وقال: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ هذا حديث، اسمعوا: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحلقة، لا أقول تحلق الشعب، أقول تحلق الدين. فإذا الأعمال اللي كنا، وإن شاء الله والخيرين كل واحد يعمل، لكن من خلال لقاءاتنا المستمرة وتنسيقنا ك
كان دور كبير في اللقاءات والجوامع والاحتفالات والإعلام والمحاضرات والنقل المباشر عبر الهواء بالتلفزيون والسفرات الخارجية والداخلية. أنا وسيد صالح كان لها وقع كبير لدى الشعب العراقي. وأعتقد باقي 3 دقائق أو دقيقتين. أنا يعني آسف أن أنا أريد يا إخوة كلنا اليوم أن نتسابق في أن نقطع الطريق على كل إنسان استخف سواء بالأرواح أو بالدماء أو بوحدة العراقيين أو بجمع كلمتهم. لا نترك وسيلة، لا نترك بابا، لا نترك نافذة إلا ونغلقها إذا كانت تؤثر على وحدتنا وعلى جمع كلمتنا. والله أنا والسيد صالح كلما يقول لي وأنا أقول له في أي خطاب في المملكة العربية السعودية ذهبنا سويا إلى دول كثيرة، يتكلم سيد صالح ويقول أنا أتحدث باسمي وباسم الدكتور أحمد عبد الله غفور. في كل المؤتمرات عندما لم يوجد السيد صالح أنا أقول أتحدث باسمي وباسم السيد صالح الحيدر. وهنالك قصص كثيرة لولا أن عقارب الساعة تلاحقنا لحدثتكم بها، ولكني أنا أتمسك بالوقت وأشكر لكم الحسن الاستماع. وفقكم الله وسدد الله خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.